أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، ساري المفعول إلى غاية يوم الغد إن شاء الله تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية، عن أمطار رعدية على شكل زخات إن شاء الله بكميات معتبرة تروح ما بين 20 إلى غاية 40 ملم، تواصل كذلك لتساقط الثلوج على القمم الجبلية الداخلية التي يزيد علوها ما بين 900 متر غاية 1000 متر. إذا اضطراب جوي نشيط الفعالية سيخص تقريبا بنجول المناطق الشمالية بأمطار على شكل زخات رعدية ستخص الواجهة الساحلية مرفوقة بحبات من البرد، تواصل كذلك لتساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية، أمطار متفرقة إن شاء الله ستخص خلال أمسية الغد مناطق الجنوب الشرقي. خلال هذه الليلة وخاصة صباح الغد إن شاء الله 4 درجات دون الصفر على باتنا، نفس المقياس على البيض، 6 درجات على العاصمة، كذلك الصحراء الوسطى والتمنرة 15 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى في تراجع، طقس بارد خاصة على الهضاب والمرتفعات، ننتظر أدنى مقياس 3 درجات فقط على السعيدة، كذلك البيض 7 درجات على تيارت، 6 درجات على كل من الجلفة الغواط، نفس المقياس على سطيف قالما ميلا قسنطينة، 10 درجات على تيزي وزو والبويرة، 12 درجة على العاصمة كذلك ولاية بشار، 18 درجة على تيندوف، 22 درجة على كل من إليزي، نفس المقياس على ولاية جانات، لكن طقس حار سيخص أقصى الجنوب خاصة على إنجزام مع أعلى مقياس 34 درجة. البحر خلال يوم الغد ننتظر بحر من قليل اضطراب إلى مضطرب محليا خاصة على الواجهة الساحلية الشرقية والغربية، لكن كثير الاضطراب على السواحل الوسطى، رياح قوية تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة، والبقية تقول إن شاء الله بداية من يوم الجمعة وحتى خلال نهاية الأسبوع خلال يوم السبت وكذلك بداية الأسبوع القادم بحول الله اضطراب جوي نشيط الفعالية سيخص تقريبا جل المناطق الشمالية بأمطار على شكل زخات رعدية إن شاء الله ستخص الواجهة الساحلية، ثلوج ستتواصل في التساقط على المرتفعات الداخلية من الغرب نحو الشرق التي يزيد علوها ما بين 900 متر إلى غاية 1000 متر، دائما هبوب رياح قوية على الواجهة الساحلية الغربية وكذلك المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الغربية، درجات الحرارة دائما فصل.